قرانكو فدودي إلا فهما ما أتكى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إلهي وحلي قرآنك إن لقوة توبوا الله قرطه لما منافق ما تكلي ذاته إلهي وحلي منافق هدو فهم هدو أخريو قرطه وقع عقلي يسلع ما قال باتكلي ذاته مشرك يعر بيت با إلهي ليا فلم يتدبر القرآن قف كستو مسلم والله قلت لك لي مركا إنو قرآنك كان فهمه إنو كتاب كان فهمه هبين ندى قاربه هل آية النبي محمد كسوشيه هبين ندى قار كود بكسوشيه داي آية قرأ وكوع العليا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم سواء أنت آخرنا أيها بين دم كسوشيه آخرنا هل لم يذهبين كسوشيه داي سي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آيات كريمة النبي محمد كسوة دقيه إلهي إليه خلقي قال لي وحن كركي لك مغضي السمضاء للكاء هبيني ما لنت يسك قد قوضة آيات الرب اللي قو قرطا وقسو قيه كو عقلي قالبا إلهي سبحانه وتعالى كو عقلي هلوا كوه عقلي قد هدون نار كاك حين وإي ربي قانكو قرتسين وإيه هدو حبا ماها عقلك هسي عقلك شرمه سيدا وقيت بإلهي كو عقلك لو حكو الشيخي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكو إلهي حصة هدي تاغيين إيه يقو فردية إيه يقو تشيفبا وكو مخلوقات كالربي صموين كي عركي وحن كفكرية التفكير كودا النتيجة دا كان لطي ما اسكد دا داوهم با ما يا وين النتيجة كتما دا ربنا ما خلقت هذا باطلا سنعدني سنع عجيبة إنيتي صانع خبير عليمين وكذا بأيه وين أقرأتها كون كان يسيدو إيالا هداد أركتان كمبيوتر يرفي عن محا أقرأتها شباب باسمية ممريكا باسمية تنادان صماها قولا علمي لو نسبي صان مركا رير باديها السمية دي اللي وداك ورن أقبل إما يسيد وأي واحد ربطانا تنادان عد خبرد إيا علمي لبا سمي سي حادو مالين سا كون كان مركا دالة عطو العليم الخبير المياد كدريمين العزيز الحكيم يا ندريمين القوي إله سبحانه وتعالى صفات كيس ولا ما كاركسا ساد ردد محيكو قارسين ساينا تراضو إله وحن دال دال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فغنا عذاب النار تنزيه يا ربي يا بري يدي سو سودا دكتو سيدا وقيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هو جوحو صغرى ذي بقول النبي يقول لي كأخريي إيه أنف كريبة كيس كي يقولون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الليل للباب إيه أنف كريم كاسبة هو صغرى ذي بقول النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة إلهي القرآن كوحينا الغربة إلي نقرنه كورنا دي مدحوين ورقه صادره قاتل هذا ورق دوان أخري ما فهم من نسك الدائم ما نوال بأخريه هل كان لكم سوى نوالا كورنيكا ربيكي وراغدو صدري كنت كسندو دخريا ولقرا وحي الهي كيري رب السماوات والارض ما فرينكو صدري رساله النبي ودورته وسو ديبي اداني كوغو سوتا عيد كلا كوما سوتو او كلا وانا خرين يا ون انو غران ما يو حقو قران اما وان قيب يا يو حقو قران دنتي ما ونوع والده كميده هذا قرانك سينو تدبرنا مر اسقو ما ما هيا با لينو كان مر اسقو قصص ابو يبي مريضوا ليلغوا وانينيو التعقل لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون امسى القرآن قاركت مرة تذكر مرة تفكر مرة تقوى الإيمان الرؤية والإبصار السماع وحاصرنا أولين لي أفلا يتسمعون يا فلا يسمعون أولم ينظروا أفلا تبصرون وحي الله سبحانه وتعالى آيات أما بصر كوالرمية أما النظر كوالرمية أما فكر كوالرمية أما عقل كوالرمية كلها وللتعقل وللتدبر وللتذكر وللاستبصار والاتعاد لما أنت دوحي شيئا إني ندوغنه أو أفرصنه أو ولينه أو فهمنه أو قرنه وحن ربقيننا ليه أنا يرى صالبت قرآن كوحكم إذا أنت تصيب آيات كقاركود وحث مباشرة للتدبر أفلا يتدبرون القرآن أفرتين وأخرين كملا آيات كقاركود سدة بمبا لين أبو شيغي أنت ورل الشيغ أبا الله رانا يا وحا قرطة لأولي الألباب لأولي النهاء إلهي وحليك هو عقلك أو صاحبك أما
النهى ولا الباب ولا العقل واسكو هذا معنى دك قرات يا قرشده وصاحب كلا قرر يا بالي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى افلم يهد لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي النهى كم با قران كوسو اروري الهي ولي ايات وحي وسغيه انت عقلي قال إنه ما أنت وعلم ما إنه كتير نامر كام سين تعقلي قاله هذا ربي قال وركي سجرم وإذا عقلك هو بتشره وما المرن أساليب القرآن كو ينوف هري الله يرجربه بحكم ده ضرب الأمثال أنت سالية ما هلا ينوي علي وحين لين القرآن كينا فرت الميلات كبدا أي أمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما يعقلها الا العالمون اله سبحانه وتعالى اولئك انت وحقرتك اينبا وحقرمس ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اياتك صدر الهي وحينات المام يا وماهما يتسالان ويا لي كوا وانا كقاضنايا ما قرنايان انت عقلي غلاي انت علمي غلاي موياني ما فهميان انت فكري سموياني بلا الهي وحلي ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وحاسوا قوما انت إلهي كورمي أي إلهي حلي وكلا ضربنا له الأمثال لما انت تصالى سيئي بإلهي إلهي لي إننا إيقا تصالى لينو سيسي عدانا تصالين من هلاقين بإلهي إلهي لي لكن كوان دمان تدوان هلاغي مركز تسالها قرن وايه أيها الأحبة أسلوبك قرآنك إلا ينقرب إن نوحك فهمنا واتر بديه أما هالنغض مد صريحة أما مد أمثلاء أما مد لأولي للباب يأولي النهب الله وطلق لي أما مد لقوا قبقبين لعلكم تتفكرون لعلهم يتذكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون مرن إلهي وحلي آيات كواردين بل بلاري وحمد أنت لنا سيأو فكرتان سيأو حفهمتان فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى قرآن كو نصوص النوع سيئات بأبضنت فإنما يسرناه باللسانك لعلهم يتذكرون هدبا هدي أدوغم ويد قرآن وأنا دوبتش يديني ندوغته تتكار ربنا يدوكتاني قروا قوان مركو هربا لكي سنيني وإلهي إنك وحي نقول يلي هذا قرآن مقشان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأ القرآن قرآن هدي الله أخر يبه إلهي لنقيست نقيست وآمص آمصك يفهم كويس كحري قفك هضليا وحما فهمه قفك هضليا وحما فهمه وحين أنت بدأني سوف أفهمي ويني وحويان صومالي ذا شنة ويهد ليسا من دول لغي سنية بن آدم كالانا مدباه الله شنتنا وي لغي ستا أفكا يردك تمرمى وضا الشقايا وحاصل مركا إلهي وحولي هدا مغشان يدا قرآن لآخرين أيو آمس با إلهي يريد لغي ست تتكا برد بان ربينين اي لغي ستا ومشركين تي محايد هذا هذا قرآن كالآخرين محي سمية بايد هذا والغو فيه
لعلكم تغلبون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بينه هذا يستنين كبوغا والله يا بينا كحوك بضطان به إلهي وحوي نفره قرآن كيني لفهمنه هداد سك كبرتد وماشى اللغه هي تجي ويدد ودق يسوي ويدد وكد ذلك ويددنا تفهمته إلهي بوحو لسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين دول با إلهي شاق آياتك إلهي ويدارين أيه وكوك كو كبره هدي هنونك أركام كما هنونان بالليل حماها هدي أركان نجد كيسي راعا سببت رواه محي إلهي آيات كيسي بينيين وأنا غافلين با إلهي أساليب القرآن كو ينوع ديك سدو حكم ده أسلوبك القصة ده هي عبرك وإلهي سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا باوحا لأن القرآن كو إسقى إن له وري فهم إلهي باكو له وري فهم آيات كستكو قبل قبل السؤال هذا وكو يدين أيه إن هذا وحقرت إذا وحفهمتي ما جرت أسباب فضي دي سهى دبا تدبرك أسباب قرشادة سيولة ويساها وحاوقوه الرأي إلهي يواد قرتت يوويني دي سيواد قرتت يعد كلها الله سيواد قرتت إذن هذا الكيسي وكل وينانية هذه المعهور كلها الله يهديني وإيالي كلها الله مسكو سيبادو لقيستها هذه اللي إله هذا مدحوينها وأريدين شيئا يهدي مدودة دا يستاقى وخطبة دا يوحى لغا يبا لبدا خطبة دا دا يسكو سيلا ودقى يساني وايو لبدا قفبا أكتا دا نوع ما قدرينون كلا له انت يدون طبعا نغط قفكا قدرين إسا مركا وركي سنوال قدرية إلهي ويني دي سوحة دا يقلبكا قدكته وركي سنو كلا وينان والرب محوئي شيئا يبا لرندون طا أحد العلماء بابا حلقا شيئا وحلو قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعته من الله حين تكلم نفي هاي ويدا القرآن كونه جيسو سيديو إلى هاي هضة هضلا يو عند جيسنا يسو دم تنا فجاءت الحلاوة بيدي مركاس ولا دنياش مكان لي إلهي بهضة كل هضلا يو عند جيسو وحيابها كأن قرآنك إن كنت دبرت وحكم ده إن جرت دينا أذيك الله ولا هضلا يو تذكر بربا واشتا قرآن كان الله هذا يا أبي بكر يا أبي جهل يقول بره رده ما تقال يا مسلمة داد هروت تقي ما داد هروت تقي بأي إلهي الله هذا يا مساعده قرى هذا يا قف والدريد صوم مرى النبي محمد قداشي عليه الصلاة والسلام إلهي سأقول الله هذا يا وحكى لنوعه الدمان تما دحوينا ما وزيركو خد بضايا لكن ودنك لك هذا يا ضدك ماذا يسنس لكن كيف يرى هذا كوحد نمر كوكا هذا يو هذا نجاد بغرس سوما شروع هذا تيبا وكا هذا يا هذا هو هذا نجاد إلى هذا كا هذا يا مكان إذا هذا قرن يصير ربين وهذا كا هذا يا وهذا كلا هذا يا وحد يسنس هذا هو هذا نجاد سأوجد بحسن البصري وحلق الحسن بن العلي رضي الله عنهما وحلق الشيخ إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائلا من ربهم كويدك هيدين كهر ريبو لي قرآن كوحي وركيا وراق حق الرب كيمي فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار وراق حق اللي ويمي بي وركيا مالنتين هبين كيرا وكنت تدبريا مالنتين وكنت نقميا وبعد الدونية وحيا ماكو وعاوني أن القرآن كنت تدبرتا وحكم ده مركز أخري سئنا تسد جن وأخري ده. هذا قاعد يجي سورة قوم يترى ولا ما نسا هم ساكا هري. إننا قاعدين لما تابا مهمة. لبا هاي دودات فهم تابا كرر سورة ضاد ميس. إذا لما أنت وح كرر محي
فهم كاكره ساد ردد إلهي إنما أوران قرآن كبوفسية وحلاني لو رتل القرآن ترتيلا قرآن كسد جن وأخري بليلين أي اقرأه على التمخل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. ابن كثير بصالح قرآن كسد جن وأخري دجنا شيء وحكيني سيند وحفهمت هذا ظلم ما كسيسه أخري ده لكن ور كلك تمرنا فين عربك مرنا فين قلبك وما قرنين هذا سيد قرن وآخر هذا قلبك وقاريا سيدا وقيت بأنس بن مالك بأن ليلي نبي قراءة دي سيكور وحيري كانت مدى نبي قراءة دي سمدى ربي هدو تشيدا أنس سيو ضدك وتصيو وحيري ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سيو ودرين سيدتك سيو أخري لهاي يمد بسم الله ويمد الرحمن الرحيم يسقون متك سفي عنو درجنية هدو مد طبيعي يا هدو مد درادة يا هيبة أي نبي آخر يجري عليه الصلاة والسلام وحيابك وساعدة يا وحكم ده إنك كنت تلقى شيء إنك فهمت إنك كنت تلقى شيء إنك كبر كيست دواجار أو أنت إنه القرآن كعلماء ده يسوي ده بينه الرجال كوا آخرية مركب بركة إنه آخرينا لكن قراءة هذا التدبر كوين تبارك يسجد كجد سناته وأهنا تفهمت ويا أساس التدبر وحويانا كنت لقى شو سياد فهمت القرآن كينا دو آخرين مرك حساد قرآن سال القرآن كيا مقاصد كور رمي وحيابك وساعدي يا وحكم ده إن دو قات القرآن ك عجائب تسيناني ولي جدا ماني ولي قاها يسؤالان القرآن كواد التفاصيل طوال دقي ستي ما شفته إلهي كلام بيسن النبا مرد مايا ما لنت هذا آيات آخر دابا ورع صوب ما بكود الله عيا هذه القرآن قاها انت أصوات تفسير دقي ستي آيات آيات آخر نساونا معنى عصوبة إلهي كوفر ايا فتوحات القرآن كو مرد مادان مقبوبه سيدا وقيد وحيدا دان قرآن كوينة داخل دا مركز تا دقو كتلتش رأينا معاني عصب فهمت وأنا كنت لقلين أنت برجي مفسر كوكو فسري أما الله قبل ذي الله سكع صاري هنا تكجب حدين أما ابن كثيرين تقرأ هنا تكون جاب ستين مايا مايا واحد سكوت ضيدا آية دا أوسع معاني هاي ندو فهم كرتوا واحد سكوت ضيدا آية دا واحد كه الرية واحد كدم بيانة كحده واحد سكوت ضيدا سياق آية دا كوس عطينة جرتين واحد سكوت ضيدا آيات ككلية كحده يرسل إن أتجرتي وحد سكوت ضيدا قصص كقرآن كقرآن يا الفاد دود السدي وكل جدي سنتهاي محاول بحياة آدم مركي إلى هيك والرمى يوح ليلي وكل منها محاليلي رغدا حيث شئتم رغدا حيث شئتم ما شاء الله تنكعون باليد يد الرغدا ربنا إسرائيل لك ولا سوى داري ربنا إسرائيل محاليلي وكل منها حيث شئتم بالسهر الرئيسي رغد انت ما هل كان الرغد لو سو الرئيسي هل كان حيث شئتم محل سوى اداري يعني هذا القران كوفير سطو ما قصدت الالهي مركو كورمي رياضه لو استعمالي مركنا رياضه لو استعمالي قرانك هذا اوفير سطو اسكو ديديد انك كتدبرت معنى هذا بلاده بعد غرانيسا وحكم مده علماء دو يدهدان ان عطفي عنك اخرجت تحسين الصوت عند القراءه وهي الصوت كالثتي سأثر له مركو قرآن كآخريه ذو صوت شجي قف عد معان مد بعد قرآن كيسا مركو آخرين يوى التيران يونسا والدباحينيسا مجرد عد كيسو أتسفي عنه لغيسا تيبان قرآن كدو آيات دولي قابا آخرية ترتاسيك لو فهميسا ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه وحليه أجمع العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار وأئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية شهرة فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول الله مستفيضة عند الخاصة والعامة إمام النووي باوح ليه مسلم أردن صحابة يوحي كدن ما يسبع يسقدر ولا اسكو دا وافق سيبي لي قرانك ان عطفي عن واخريو
وركودا وبابكا كصاف سنية حديثة كصار ورطينا وحلا سؤر ورنك ربا ما هبوا لي وما بحرين سؤر ورنبو تلمامي وهي علماء دو إله هذا إن تفهمتو حيابها كردية وحكم ده ترديد الآية بين هذا إن القرآن كوع العلسو العودة المتجددة للآية إن الدبؤه النقطت قلبي قراد وين بيكو صبي صبي تلمامي ولذلك بقى نبي محمد عليه الصلاة والسلام هبين دواء وقبر يسا قاله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حديث النسائي ابن ماجه بورنيه